عشية انتهاء ولاية الحاكم المركزي رياض سليمي، توجهت كل الأنظار إلى التطبيقات المختصة في سعر صرف الدولار على السوق السوداء، بالتزامن مع الضباب المسيطر حول خليفة سليمي المنتظر والمتوقع منه إدارة العملية النقدية والسير بمنصة صيرفة. ولأن حتى هذه اللحظة تتخبط التوقعات النقدية، ظهرت تساؤلات عديدة حول تأثير هذه العوامل على سعر الدولار ابتداء من منتصف الليل، والسؤال الأبرز كان في الساعات الأخيرة عن إمكانية وصول الدولار الواحد إلى المليون ليرة. على ما يبدو نحن رايحين على مشكلة كبيرة، نحن أمام خيار إما طباعة العملة اللبنانية للصرف على الحكومة بالليرات، أو من خلال التدخل بالسوق لجمع الدولارات على طريقة رياض سلامي والمزيد من شراء الوقت وتقطيع المرحلة لحين انتخاب رئيس، لحين السير بالإصلاحات كما يجب. شو بيصير بالمرحلة المقبلة بعد مش واضح، بس بأكد لك إذا لجأوا للاستدانة من خلال الليرة اللبنانية، يعني عمليا نحن رايحين لارتفاع مخيف بسعر صرف الدولار، لأنه بده يصير في فائض من الليرات بالسوق، وهذا الفائض الموجود بالليرات بالسوق رح يضغط لإحداث تضخم هايبر انفليشن، وممكن نشوف الدولار عم يطلع بسرعة. مع العلم أنه الظروف اليوم والوضع النقدي والسياحي وكل الظروف المحيطة ما بتسمح للدولار أنه يطلع أكثر من هيك، من بعد دولرة الأسعار، من بعد وجود فائض كبير من الدولارات بالسوق لازم ما يطلع الدولار. يعني الأمور بسيطة كتير والحلول موجودة، بس السلطة ما بدها تعمل شيء. بالمقابل، وفي الأحد الأخير من ولاية سليمي، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان 89 ألف ليرة لبنانية للمبيع و89 ألف وخمسمائة ليرة للشراء، إذ شهد الدولار تراجعاً كبيراً في الساعات الماضية للإيحاء بأن السعر غير مرتبط بالأشخاص، على الرغم من الحديث الكثير عن خليفة الحاكم رياض سليمي. لكن من ناحية أخرى، تؤكد مصادر صحفية أن الانهيار المالي وشيك ولا يمكن إيقافه بأي وسيلة. وكما رصدت كاميرا الجديد تناقضات في سوق الصرافة بين بعض الصرافين الذين توقعوا انخفاضا في سعر الدولار وآخرين توقعوا ارتفاعا غير مسبوق. في ناس عم تحكي كتير فوق المليون الدولار. عم بتلاقي في ناس عم تيجي تصرف أكتر ولا لا؟ ولا عم بيشيروا الدولار؟ عم بيصرفوا حاجاتهم؟ صرف مثلا ما 100 دولار بقول لك صرفي لي 10، صرفي لي 20، العالم كله خايف ما يطير الدولار. بس أنا فكرة الدولار عن زول. ليه الدولار عن زول؟ لأنه العكس ليه ما بيصير. بس بقى العالم الدولار عطلوا بينزل الدولار. وبشأن منصة صيرفة، هناك مصادر صحفية تشير إلى اتفاق تم على مواصلة العمل فيها وضخ الدولارات وتمويل الدولة بالحد الأدنى الذي كان قائماً. كما يتوقع أن يعلن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري قبوله تولي مسؤولية الحاكمية في مصر في لبنان، وفقاً لمعلومات الخبير الاقتصادي محمود جبيعي.